بن خلفان بن طويرش الكتبي تهانينا والناموس له على هذا الفوز والانتصار. نتابع تحديات هذا الشوط مع المركز الثاني في هذه اللحظات، وهنالك الأسد ومبارك بن محمد بن زيتون المهير يتقدم المجازف مع ثاني التحديات، بينما المركز الثالث مشاهدينا ومتابعينا على اعزاء من ينطلق في هذه اللحظات شاهين وخالد بن محمد بن عويضه القبيسي بدا ينطلق مع ثالث التحديات، بينما المركز الرابع الطاغي لسيد سيف بن حمد بن قناص العامري وصل القناص وانطلق مع رابع التحديات. المركز الخامس هواش ومبارك بن صالح المنصوري يتقدم مع خامس التحديات. ننتقل مباشرة ونتابع المركز السادس والأسماء القادمة والمنطلقة مع هذه التحديات. هنالك شاهين والسعيد بن عبيد بن سالم الظاهري يتقدم مع المركز السادس. المركز السابع في هذه اللحظات الأسد لسيد ناصر بن خويتم بن بخيت العامري يتقدم مع المركز السابع، بينما المركز الثامن مدهش وسلطان بن خليفة بن سالمين الحميري يتقدم مع ثامن التحديات. المركز التاسع من الجانب الأيمن وصل شعر فهد بن محمد بن علي بن فاضل من يقدم جويزان على المركز التاسع. المركز العاشر ختام هذه الجولة ناصر وسالم بن دغاش بن محمد العامري مع المركز العاشر. هذه النتيجة والنداء الأول لمسيرة هذا الشوط. نعود إلى المقدمة، نعود إلى المركز الأول، نعود إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط، ومن بدأ ينطلق وينفرد عن بقية المراكز مشاهدينا متابعينا على أعزاء. هنا ينطلق مكرم وعبد الله بن عبد الهادي المري أحد ضيوفنا الأعزاء القادمين من دولة قطر ومن ميدان الشحانية بالتحديد، يسيطر على مجريات وتحديات هذا الشوط. المركز الثاني شعار بن زيتون مبارك بن محمد بن زيتون المهيري يقدم لنا الأسد وهذا الشعار المميز مع ثاني التحديات المجازف متواجد في مسار وتحدي هذا الشوط. المركز الثالث ينطلق الطاغي وسيف بن حمد بن قناص العامري يتقدم القناص مع المركز الثالث. المركز الرابع شاهين والسعيد بن عبيد بن سالم الظاهري على مستوى المركز الرابع. المركز الخامس مشاهدينا متابعينا على أعزاء شاهين وسهيل بن أحمد بن خادم الرميثي وصل هذا الاسم العملاق وأول نداء لهذا الشعار مع المركز الخامس. المركز السادس جويزان وفهد بن محمد بن علي بن فاضل على المركز السادس. أكتفي بهذه الأسماء مشاهدينا متابعينا على أعزاء وأعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى المركز الأول وهنالك شعارات قادمة، هنالك شعارات بدأت تنطلق مشاهدينا متابعينا على أعزاء وشعار الوهيبي حمد بن محمد بن سالم الوهيبي يقدم شاهين مع المركز السابع. أعود إلى مقدمة الشوط، أعود مع المركز الأول، أعود مع التغيرات التي طرت وجرت مع مقدمة الشوط، ولكن عاد مكرم عبد الله بن عبد الهادي الغفراني المري لا زال مع المركز الأول، لا زال يبحث عن الناموس المميز في هذا الشوط وفي مهرجان الغربية وتسعيرة هجن الرياسة التاسعة. المجازف مع ذان التحديات يتقدم الأسد ومبارك بن محمد بن زيتون المهيري يعود إلى ماضيه المشرف مع المركز الثاني. هنا يبحث عن الإنجاز، يبحث عن الانطلاق. المركز الثالث وصل شاهين وسعيد بن عبيد بن سالم الظاهري يتقدم على المركز الثالث. المركز الرابع ينطلق المرعب أحمد بن نجم العطوي القادم من ميدان تبوك، هنا يتقدم في هذه اللحظات مشاهدينا متابعينا على أعزاء، وأيضا شعار الوهيبي قادم حمد بن محمد بن سالم الوهيبي يقدم لنا شاهين، ولكن الصراع المقدمة هنالك المجازف ابن مناسف مع المركز الأول مبارك بن عتيق بن زيتون المهيري الله الله الله، ومن الجانب الأيمن شاهين ينطلق شاهين وسعيد بن عبيد بن سالم الظاهري من الجانب الأيمن. المركز الثالث وصل شاهين وسهيل بن محمد بن ذويل العامري أول نداء لهذا الشعار ينطلق من الجانب الأيمن. مشاهدينا متابعي الأعزاء اشتدت المعركة، اشتد الصراع، السيارة أين تذهب؟ الناموس أين يذهب؟ السلامات الأين؟ الله
الله الله كوكبة كوكبة من القعدان اللي قاية على مقدمة الشوط، ما يقارب 6 أسماء تتصارع من أجل الناموس، ولكن شاهين سهيل بن محمد بن ذويب العامري، وأيضا هناك شاهين سعيد بن عبيد بن سالم الظاهري اللحظات الأخيرة، ومدهش سلطان بن خليفة بن سالمين الحميري اللحظات الأخيرة اللحظات الخطيرة، ولكن شاهين السلالة الشاهينية التي تفرض نفسها في كل مكان وزمان. الله الله شاهين مع المركز الأول، شاهين مع الناموس، وسعيد بن عبيد بن سالم الظاهري تهانينا والناموس لحظة وصوله إلى خط النهاية ليعلن هذا الفوز والانتصار، تهانينا والناموس. بينما المركز الثاني مشاهدينا متابعينا الأعزاء يصل لهذه اللحظات شاهين مدهش سيد سلطان بن خليفة بن سالمين الحميري من وصل مع المركز الثاني وثالث، المراكز شاهين سهيل بن محمد بن ذويب العامري المركز الرابع خوف عبد الله بن علي بن جهيم المري، وخامس المراكز مرهق فهيد بن محمد بن طحنون فهيد بن محمد بن فهيد المري من وصل مع المركز الخامس. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام انتهت مجريات وتحديات هذا الشوط، هنا إعادة الشوط والتوقيت الزمني لحظة وصول مدهش إلى خط النهاية أم شاهين، هنا ملك سعيد بن عبيد بن سالم الظاهري تهانينا والناموس واللحظات الإعادة لحظات الفوز والانتصار، والتوقيت الزمني 7:39 6 أجزاء من الثانية تهانينا والناموس. بينما المركز الثاني من وصل مع المركز الثاني مدهش من حضر مع المركز الثاني، التوقيت الزمني 7:44 8 أجزاء من الثانية تهانينا والناموس. بينما المركز الثالث أيضا شاهين بالفوتو فينش لسيد سهيل بن محمد بن ذويب العامري 7:44 9 أجزاء من الثانية تهانينا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم.